الو الظفر باعتباره علامه من علامات الجمال. يعني بزاف الناس كيهتموا بالاظافر ديالهم وبعض المرات كيجينا مالوغوزمون امراض معينه غير في الاظافر. هاد الظفر اللي هو كسوات اليدين والرجلين عنده خاصيه انه مثلا في الطول ديالو ولا في الفورمه ديالو بعض المرات كيكون تغيير وراثي. يعني كاين الناس اللي عندهم الظفر ديالهم قصير ولا الظفر ديالهم مثلا كيف كنقولوا مربع ولا الي اون راكيت كيكون ديفورمي في الفورمه ديالو ويقدر داكشي يدي بهم براسو انه يظهروا عندهم مشاكل معينه اللي مايمكنش عند ناس اخرين مثلا لونغ لانكارني ولا يكونوا مثلا عرضه اكثر لظهور الفطريات لانه كيكون عندهم من يدخل داك الفطري الى تحت ليه الفرصه. حنا اليوم غنهضروا بالخصوص على مشاكل الظفر كمرض، يعني كامراض اللي كتظهر اونيفو دو الظفر. الاكثر انتشارا هما الفطريات، واللي اكثر مشاكل اورجونس ولا مستعجله هو لونغ لانكارني ولا اللحم اللي كيدخل الظفر اللي كيدخل في اللحم. مي اللي خصنا نعرفوا ان الظفر بعض المرات هو مرآه لينا اللي كترشدنا لظهور امراض اللي بدات تكون خايبه وتقدر تقيس اعضاء داخليه. ما بين هاد الامراض اللي تقدر تصيب لينا الاظافر وتقدر تصيبهم غير بوحدهم هما يتسمى بالاكزيما، اولا الاكزيما اللي يقدر يجينا غير في الظفار كتقصف ديال الاظافر كتشقق ديال الاظافر ولا كتغير اللون ديالهم، وبعد مرات كيكون مرافق بوجود واحد الالتهاب في الدوره ديال الظفر. كيقدر يكون هاد الالتهاب اكزيما، يعني التهاب عن طريق حساسيه من مواد معينه استعملناها، من طلاء الاظافر اللي استعملنا، كم طريقه تقليم الاظافر بعد مرات حتى هي كتقدر تاثر لينا على الظفار وتعطينا واحد تقصف ديال الاظافر. كيف ما يقدر يكون عن طريق استعمال مثلا مواد منطفه ولا مواد ديال التطهير ديال الحوايج ولا ديال الارض، كلهم كيطيبوا داك الظفر وكيقدروا يشقوه ويهرسوه. الصدفية كذلك هو مرض اللي يقدر يصيب الظفار ويصيب أعضاء أخرين كالجلدة ولا الشعر، ولكن يقدر يصيب الظفار بوحدهم، وهنا كيبان بأشكال معينة مثلا كوجود واحد التقصف في الظفار بحال كنسميو حنا بحال دي عكود. يعني بزاف العائلات كيكون عندهم هذا الاسبي وما كيعرفوش شنو هو، وبحال تقول الظفر مشقق بشبرة بحال ديك اللي كنديروا بها الخيط وكيكون كله محفر، وكيقدر يكون مثلا ان الظفر كله ولا صفر ولا الظفر قصاح ولا طار جناب ديالو كيبان بحال ان شامبينيون ولا بحال طفيليات، ولكن هو في الحقيقه مرض التهابي اللي هو مرض الصدفيه. امراض اخرى او ما يسمى بلا بولاد او داء الثعلبه. داء الثعلبه هو الناس اللي معروف كيمشي لهم الشعر وبلاصتو كتبقى ملحوسه وكتكون طبيعه جلده في الشعر نورمال، مي تيقص الظفر وهنا كيظهروا واحد الاظافر معينه بتقصف معين بتغير حتى اللون ديالهم، وكيولي لنا الظفر بواحد الطريقه بحال كيتهرس بنسبه اكثر، وكيكون بعض المرات كيف ما قلنا علامه لارشادنا لظهور المرض ثانويا اونيفو ديال الشعر. العلاج ديال كل مرض كيكون بالعلاج ديال السبب، وهنا الصدفيه عندها علاجاتها، اللي كان كمرض عنده علاجاته، وهنا غنحل واحد القوسين سورتو في المرض ديال اللي كان وفي الصدفيه، ان العلاج خصو يكون مبكر باش ما يكونوش خسائر نهائيه على الظفر، حيت هما كامراض التهابيه بعض المرات كيقدر يدي ليا بالظفر كامل ويقدر ياكل الجدر، وديك الساعه ما كيبقاش يقدر ينوض الظفر وكيولي عندنا واحد التشوه ديال الاظافر على مدى الحياه. إلا دخلنا في الديتاي ديال الانواع الالتهابات ولا تقصفات الاظافر باش نقولوا انه ماشي اي ظفر اللي هو صفر ولا كيتهرس ولا غليظ ولا كاين فيه تقصف غير سطحي راه سبابه فطري. يعني كاينين امراض عندهم سمياتهم معروفين عندهم علاجات معينه، داكشي علاش الا ما داويناهمش بالطريقه الصحيحه كيبقاو ديما عندنا المشكل. دونك ما نبقاوش نستعملوا اي دواء على اساس انه يحل لنا جميع مشاكل الظفر، حتى هو براسو عضو وعنده امراضه وعنده علاجات. مشاهدينا وحنا تنتكلموا على امراض الاظافر، من بين النصائح اللي نبغيو ناكدوا عليها هو ان الادوات اللي كنستعملوها باش نعتنيو بالاظافر ديالنا خص كل واحد فينا في المنزل تكون عنده الادوات الخاصه به. من المهم ايضا اننا نحرصوا على التجفيف الشامل والاساسي للقدمين ديالنا والاظافر من بعد لا دوش ديالنا او الحمام ديالنا، ضروري نهويو القدمين ديالنا من خلال انتعال احذيه او لا تكون فيها تهويه مزيانه او لا لبسوا دي صندال. من المهم ايضا اننا نقطعوا الضفيره ديالنا بطريقه متساويه ونحافظوا على الظفر ديالنا يكونوا قصار باش نيفيتو انهم يتصابوا بمجموعه من الامراض. نختاروا احذيه مصنوعه من مواد منفذه للهواء ونستعملوا جوارب اللي كتمتص العرق. بطبيعه الحال زينب بالاظافر هما علامه من علامات الجمال ديال السيدات، ولكن الى كانوا كيعانيوا من بعض المشاكل كيخصنا نتجنبوا مجموعه من الاشياء ومن اهمها طلاء الاظافر او لا الاظافر الاصطناعيه اللي يمكن كيبقاو
كنبقاو مغطيين الضفر ديالنا، ما كيخليوش يتنفس، ما كيخليوش ينمو بشكل طبيعي. فنحاولوا ما امكن نتجنبوا هاد الاشياء، وحتى ملي نمشيو لصالون التجميل نديو المستحضرات ديالنا. كيف ما في البيت كتخص تكون عندنا ديك لاتروز ديالنا الخاصه بينا، نديوها معنا للصالون باش نتجنبوا اي مشكل يقدر يصيبنا او لي يجينا من الصالون. ايضا بالنسبه للضفيرات ديال الرجلين، كيف قلتي كيخصنا نلبسوا الصبابطات اللي يكونوا شويه مهويين، وايضا هذوك الصبابط ديالنا كيخصنا نرشوا فيهم بعض المستحضرات الوقائيه اللي متوفره في الاسواق وفي الصيدليات باش نحاربوا هذا المشكل ديال الاظافر.